السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نستكمل تاريخ نشوء الشبكات العصبية ومجال التعليم العميق. بالفيديو السابق توقفنا عند نقطة معينة وهي عدم إمكانية الشبكات العصبية من القيام بعمليات التصنيف غير الخطي، وهذا ما أثبتته الورقة البحثية التي نشرت سنة 1969، مما أدى إلى تأخر مجال التعليم العميق لعقد من الزمن. بعد مرور هذا العقد الزمني قد ظهرت خوارزمية الباك بروبوجيشن من قبل الباحثين ويربوس وكذلك رومول هارت وأيضا لوكن، وهذه الخوارزمية قد أنقذت مجال التعليم العميق والشبكات العصبية، حيث إنه من خلال هذه الخوارزمية، خوارزمية الباك بروبوجيشن، قد استطعنا أن نقوم بتدريب الفيد فورورد نيورال نتوركس متعددة الطبقات، وبعد ذلك تم وضع دوال تنشيط غير خطية بدلا من الستيب فانكشن، مما جعل هذه الشبكات قادرة على القيام بالإكس أور بروبلم. إذن الباك بروبوجيشن ألغوريثم هي الحجر الأساس لكل الشبكات العصبية المتطورة في الوقت الحالي. لكن كانت هنالك مشكلتين في تلك الفترة الزمنية، هي بطء الكمبيوترات وعدم توفر مجاميع البيانات الضخمة، مما أدى إلى عدم قدرة العلماء على القيام بعمل شبكات عصبية تحوي على أكثر من طبقتين خفيتين، حيث أنه القدرات الحوسبية في تلك الفترة لا تستطيع التعامل مع الشبكات العصبية الضخمة. في هذه الفترة الزمنية النيورال نتوركس الحديثة تدعى أيضا بالديب ليرنينج أو التعليم العميق، حيث يمكننا الآن أن نقوم بتدريب شبكات عصبية تحوي على عدد كبير جدا من الطبقات الخفية، ويمكننا أن نقوم بتعليمها على أساس الهيرتيكال ليرن أو التعليم الهرمي. وإن من أبرز الشبكات العصبية التي تبين مجال التعليم العميق هي الـ CNN Convolutional Neural Network، والتي تم عملها من قبل العالم لوكن سنة 1988، وتم تطبيقها لغرض القيام بالتعرف على الرموز المكتوبة بخط اليد، والتي تتألف من مجموعة من الطبقات واحدة فوق الأخرى، والتي تقوم بعملية التعلم أو عملية الفلترز. وأن الكونفوليوشنال نيورال نتوركس تعتبر من أهم الشبكات التي تقوم بعملية التصنيف في كثير من التطبيقات المختلفة. شكراً للاستماع.